في المرحلة المتوسطة بدأ التكوين تفكير الإنسان، يعني من الأشياء المهمة اللي سمعتها في المدرسة المتوسطة أن تعلم مهنة قد يساعد الإنسان على أن يصرف على نفسه لما يسافر للدراسة. فمن ضمن الأشياء كان الخط والرسم، فهذه كلمة واحدة قالها أحد الأساتذة يمكن دقيقة واحدة بس بقيت في ذهني، وتعلمت الخط والرسم على أساس بعدين لما أحتاج أني أسافر وأتعلم خارج البلاد ولا أحصل على بعثة أنه أستطيع يكون مصدر رزق عشان أدعم نفسي.